استطاعت الحكومة على الخصوص، لئلا أطيل عليكم من جديد، من اكتتاب أكثر من 1600 كادر طبي وشبه طبي، والتحسين المعتبر للظروف المعيشية لجميع عمال الصحة، وتعميم علاوات الخطر على جميع فئاتهم المتعرضة. وأنتهز هذه السانحة لأنوه بالدور الجبار الذي قامت به الطواقم الصحية خلال الموجتين الأخيرتين من جائحة كوفيد-19، والتي نحمد الله تعالى على وضعيتنا المتميزة في التعامل معها